اعتبارا لدوري النادي واعتبارا المكانه الخاصه اللي كنتميزوا بها مهاجرين الخارج العنايه الاولويه الثانيه لدى فتيات الوطنيه الصغيره لحد فئه من الشعب المغربي وكذلك اعترافا بالادوار الرياديه والهامه التي تقوم بها هذه الفئه على مستوى دعم بالطبع الاقتصاد المغربي والمساهمه في مجموع الجبار في بناء بلدنا الحبيب المغرب. جاليتنا المغربيه بالخارج خصوصا منهم المتواجدين معنا اليوم في القاعه وايضا الاخوه اللي ما قدروش يلتحقوا بنا والذي تعذر عليهم يدخلوا ارض الوطن. هذا الملتقى السنوي نضرب به الموعد كل سنه باش اننا نتواصلوا مع اسفي العالم نخبرهم بالمستجدات في اطار دعم الاستثمار والاقتصاد وهذا ما سنقوم به اليوم خلال الخطاب الملكي الثاني كما جاء على لسانكم السيد العالي تتبين لنا في الخطاب ديال عيد العرش والعرض العقاري والعرض الصناعي انت نظر على العرض السياحي كما تعرفوا الساحل ديال عبدة تقريبا يمتد على واحد المسافه تتفوق 120 كيلومتر هذا الساحل هذا فيه تواسيك بانيان كما نقول واحد ثلاثه ديال المراكز سياحيه بامتياز نقدروا كاين الخطنا كاين كاب التوزا كاين الصويريه كاين بعير وكاين مدينه اسفي ما نساوهاش تاريخ الحمد لله جميع هذه المراكز هذه هي مغطاه بوثائق التامين وثائق يمكن المصادقه عليها. نحاول نضيف واحد النقطه اللي مهمه بزاف اللي هي العنصر البشري اللي تاسفي عندها واحد الخاصيه كبيره ديال العنصر البشري ان النسبه ديال الشباب فيها نسبه كبيره فيها كليه فيها مدرسه عليا فيها مدرسه بالفندقه فيها بزاف المؤهلات اللي كتعطي ان اي مشروع غادي يدار في المدينه كيلقى الموارد البشريه اللي هو عامل مهم بزاف من الخبره ديالنا فاش فتحنا مدينه بيسيس كيلز في مدينه اسفي اول تشالنج ولا اول عائق كان خصنا نتكلموا عليه ولا كان خصنا نشوفوه بنظره كيما كيقولوا كتحدد المصير ديال المشروع واش غادي ينجح ولا ما ينجحش كان هو العنصر البشري والحمد لله عندنا في اسفي لقينا ان كاين موارد بشريه اللي كنقدروا نحطوها في رتبه عاليه في المغرب. على مستوى تغيير الحضاره طرحنا كذلك على رهان كبير جدا كما شفتوا اشحال لدينا نسبه المطرح الجديده. الحمد لله لدينا الان مطرح بمواصفات عاليه ولازلنا المطرح اللي كان تتواجد في وسط المدينه في انتظار يعني تهيئته ما تتوفرت الظروف مع بعض الشركاء. كانوا مطالب ديال الشارع المسيوي على لي كورنيش داروا لي كورنيش رغم كل شيء داروا لي كورنيش وتصوروا الان من يريد ان يرى بعينيه يمشي ورا النهار يشوف ذا كورنيش كيفاش داير ثم ذكرنا هذا الشارع المسيوي كان باغي راس الفئه ان الان راه تقريبا 50 أو 60% ديال الزاد المغربي وبمواصفات عاليه جدا وستغير مجموعه من الامور على مستوى المنتجع الناسي ديال المدينه. تعرف على كذلك على بعض الاشغال التكميليه للتاهيل الحضري وصلوا وهني الحضري شي شويه شركه عمران تاهيل ساهمت على مستوى التحليه ديال الاداره العموميه اللهم اللي ما تيشوفش مثلا كلها تبدل تقريبا اغلبيه الشوارع تبدل فيهم لي كوندار الكهربائيه وبدينا كنزيدو يعني التهيئه والتجميل ديال قلب المدينه هو حي الرباط وشارع ريس الناصر وهذا اللي انا دابا تنجلس فيه كاع الحال الان هذا التغيير كله لفائده من؟ الساكنة المسلمة، الإنسان المسلم، وكذلك لإعطاء فكرة إيجابية وصورة يعني فيها نوع من التخوف
الناس اللي يجيو يأسسوا سواء كانوا عادلين ولا كانوا مستثمرين. ما بغيتش نذكر بعض المشاهد اللي كانت في البايب لاين اللي كانت كنا خدمنا فيها خدمنا ليها اللي كانت موضوع اتفاقيات والان تعيد ديالها شويه يتطلب واحد العزيمه اكبر هو اعاده الاعتبار واعاده التاهيل والتثمين ديال المدينه القديمه اللي واخد مجرى على غير بقيه المدن المملكه بتعليمات وبتوصيات سيد الله يصلح. كذلك كاين الموضوع دائما اللي كيطال ديال القصر البحر كدا هو موضوع اتفاقيه الشراكه مشروع اتفاقية الشراكة اللي هو الآن توقف دراسة من طرف شركة المواصلات من طرف وزارة الثقافة وكذلك وزارة التجهيز أساس ما يقدر يمشي وفيه واحد المونتاج فينونسي في مجموعة من الأمور هادو كلهم اللي تحقق راه تحقق اللي في طور الإنجاز راه طور الإنجاز اللي هو تيقتل فيه ولكن كاين رؤية وكاين تحسن وكاين يعني المردود ديالو مهمة باش تاخذ يعني اسفي كاقليم وكمدينة المرتبة اللي تستحق كثاني قطب في الجهة ديال مراكش اسفي. إذا تكلمنا كثيرا أظن تتكلم عن الطرف الآخر اللي هو الأراضي الشر وهو المشاكل والصداع والوسخ والريحة والدخان الآن بدات تمشي وكوفودي أعطينا حتى قيمة للبقع الطاقة هذه العقار عقار مسألة أساسية إلا غادي خصك تصنع العقار أنه بعد المدن خير اللي خرج فيها مش الاستثمار ولا العقار الشيء اللي تأسس ما مطرحش بتاتا بالعكس بتضافوا الجهود ديال الجميع في القيادة البلدية الآن راك غتكون تستشعرها مثلا هضر معك على شي ملف سياسي المدير القاعدة هي نيسروا للناس هي نرخصوا للناس هي الناس يمشيو يخدموا هي نزيدو شي حاجه في البلاد زدت مترو ديال التروتوار ولا مترو ديال واد الحار انا راد هذه هي القاعده والاستدفاع هو ما نرخصش هي ليها اسباب معينه هي سبب كاين مشاكل قانونيه ومشاكل الاجراءات اللي هي خاصها تحقق ولكن ملي كنجيو للحصيله والمكسب ملي كنجي نهضر معاك اش تزاد راه من هذيك طريقة التعامل ديالنا من البداية مع العام اللي فات. نعطيك مثال بسيط جدا. اشنو بدل القادمة في نفس لاكس؟ شكون اللي بدل؟ بدل لي بروجي. لا منطقة السميات. بروجي 1 2 3 كذا ولا غوش كاين كذا تبدلات الدخلة ديال الناس فين جاي تسمى. تبدلات تماما. وبطريقة باش كنا غاديين. واشكر الجميع في ان لا اسمي هذا الفاتح. تبقى باش كنا غاديين غنكونوا احسن كون كانت دوك الكوبا مشات منا مدينة اسفي غنكونوا احسن وغنكونوا كذلك احسن ذكرتي العرض السياحي مشكورا التقسيم التي شكون التقسيم جدا جدا لكن الطريق الساحلية معطى اساسي في اسفي والان الطريق الساحلية دخلناها في الكونفونسيون كون تخدمات غيكون عندي اشكال لا يكون جميل لان الان المشاريع اللي كيجيونا دابا اللي بغاو يستثمروا في المجال السياحي كلهم كيجيو في لاكوت اللي فيها الصداقه هذا معنا فكرني في المشروع ديال السي سي لاكازيت لاكازيت كون كانت الطريق الساحليه وديما تنقولها هنا في الاجتماعات خدمات في الوقت وما تخدمناش هذوك المتاهات اللي خدمنا فيهم في الكونفونسيون وتزاد ب 9 متر هذيك راه فين يبان الموقع ديالي انا كنقول انا علاقه هذاك السيكتور كله ماشي مع اسفي من تما غيمشيو الناس على الوايد اللي تحط في البطرو تيجيو الناس من كازا لا كليونتيل ديالنا سي با ديال مراكش سي كازا 95% دابا يقدر نقول لك واحد المساله الناس ديال اسفي الناس ديال اسفي تيمشيو لدوزا تيمشيو للسوريه تيمشيو كذا مي راه الاجانب السياح يعني الداخليين ديال هذا على اول على المحور ديال الدار البيضاء لان المحور ديال مراكش اللي ساتوري اللي مشى لمراكش راه كاين زوطيل كاين فيه يمشي كاين يدير كاين بروغرام كاين كاين دم كاين بروغرام مي لو بروغرام كون بريزونت لي لو كونت اون مونتاليتي لمراكش لي ديفيرون دو مراكش لو بابيير سي افيك سي افيك اون جينيرال سي اكثر مع الدار البيضاء جديده جديد المحور ديال الشمال كون تصوبت ديك الطريق 9 متر على ليبون اي بور فو دير
راه باقي لا كونفونسيون يمكن حسن الفقير مثلا توقعتها كاع يمكن مثل هذا راه مزيان غيكون واحد التغيير جذري في اسيا لابد كذلك من التذكير قبل ما نختم بالطبع انه دعاء انه يرفع الى الله سبحانه وتعالى البلاء الوباء ولكن نذكركم لان ذكرى مزيانه لان من خلالكم بقيه يعني العلاقات اللي عندكم والناس اللي تابعينكم وعائلتكم والقضاء ديالكم الحيطه والحذر الالتزام بالتدابير الوقائيه دائما وباستمرار في الحياه اليوميه ديالكم وفي الاماكن العامه بالدرجه الاولى اللباس ديال الوضع ديال الكمامات المساله الثانيه التباعد الاجتماعي والمساله الثالثه شروط النظافه والاستعمال ديال المعقمات وماشي تنقولها لكم كاداريين ولا كمهاجرين ولكن من خلالكم بغيتكم توصلوا لكل ما هو قريب لكم وعزيز عليكم انه الان هذا هو التحدي بالنسبه لنا سواء محليا او وطنيا لان الحمد لله قطعنا بنجاح مسافات طويله في التعاون مع هذا ولكن الان باش نستكملوا هذا البناء باش الامور تعطي نقلها اكثر رجاء خاصكم تضعوا بعين الاعتبار هذا الملاحظ اللي قلت في الاخير ديال الكلام ديالي وفي الاخير اتمنى مقام سعيد كما العاده لمهاجرين الخارج في وطنهم ولاد المسلم ديالهم ونتمنى ان شاء الله كلنا ومن خلال انا السلطات الامنيه والسلطات الاداريه نكونوا يعني عند حسن الظن ديال سيدنا الله الله يسر وكذلك عند حسن الظن ديالكم انتم باش نيسر لكم السبل ونوفر لكم الشروط باش ان شاء الله تحققوا الغايات ديالكم في المقام ديالكم في بلادكم المغرب ويعني ترجعوا بسلام ويبقى ان شاء الله المهاجر المغربي واحد من بناة هذا الوطن كما كان دائما تحت غياب سيدنا الله يسره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.